ايه ده يا كوكي، في ايه؟ بابا احنا نعرف تقومين ومتقوش رجوع على مكاني. ماشي ماشي، خليكي خليكي. بابا ما شفتش كارما؟ ايه؟ لا ما اعرفش كارما فين. عشان خاطري يا بابا قولي على مكانها. يا بنتي ما اعرفش، انا اعرف مكانها فين. ما تلعبوا انتوا، انت انا مالي انا؟ طب لو قلت لي على مكانها هديك الشيتوس بتاعي اللي انت بتحبه. بجد هتديني الشيتوس بتاعك؟ اه بجد. قفشتك، تعاليني هنا بقى كده، خشي. والله يا بابا زعلانه منك. ليه زعلانه مني ليه؟ عشان انت قلت لي على مكاني فين. انا ما قلتلهاش على مكانك، انا ما اعرفش مكانك فين. يا بنتي استني. يلا بقى هات الشيتوس اللي انا بحبه بقى، هاتهولي كده. عشان شيتوس ايه يا بابا؟ انا كنت بهزر معاك، انا معيش شيتوس. جوني جوني. نعم يا كرم. انا نفسي اكل بيتزا. وانا كمان والله. طب روح قول لي بابا. مش هي ده، انا قبل كده قلت له قال لي لا. يوه، طب نفسي اكل بيتزا قوي. انا جات لي فكره. ماشي، خليكي هجيب التليفون. بس بقى انا جبت التليفون، هعمل صوت راجل وهكلم بتاع البيت. الو، السلام عليكم. عايزه بيتزا لحمه وبيتزا فراخ. انا مين؟ انا بابا. قفل في وشي السكه. يا خبيه يا خبيه. بابا انا زعلانه منك على فكره، عشان انت على طول تشيل كرمة ما بتشيلني. اشيل كرمة؟ اه كرمة لسه صغيره، انا ما انتش بقيت كبيره. انت قصدك ايه؟ لا مش قصدي حاجه، يعني قصدي انت بقيتي تقيله شويه. لا عشان عشان مش هقدر، مش هقدر يا جوني، ضهري ولا اقدر يا جماعه. اخر مره هي مرة واحدة بس، هرفعك لفوق كده وانزلك وخلاص. ماشي ماشي. استني. جوري ينفع العب معاكي؟ لا لا، عايزة العب معاكي. لا انا اللي مسكت المكعبات الاول، يبقى انا اللي هلعب بيها الاول. لا عايزة العب معاكي. لا بص يا بابا، جوري وقعت المكعبات كلها وقالت مش عايزه تلمها. ايه يا جوري، انت صغيره على اللي انت بتعمليه ده؟ لا والله يا بابا، ده وانا بلعب بيها كرمه زقتها من ايدي وطلعت تجري. روحي حالا تلمي المكعبات كلها وتشيليها. حاضر يا بابا، مع ان مش انا اللي عاملاهم بس حاضر. جوري هلم معاكي؟ لا يا كرمه، انا مش عايزه منك حاجه. لا انا طيب خلاص، لمي معايا. شكرا يا كارما. اعمل لك حركة حلوة. اعملي. بابا ما بحبش اختي كارما. ما بتحبيش مين؟ كارما. ليه يا جو ما بتحبيش كارما ليه؟ كده يا بابا عشان بتبرد عليا. لا اختي كارما دي حبيبتك، لازم انتوا الاتنين تحبوا بعض. انا بحبكم انتوا الاتنين، اللي مش هيحب فيكم التاني ما يحبنيش. لا يا بابا ما بحبهاش. ما تقوليش كده تاني يا جوري. لا بابا، انا نازله انا وكارما هنجيب حاجه. ايه ده؟ امال انت مين؟ انا جوري. امال دي مين؟ انا جوري. طب ثانيه. يا نهار ابيض، ده كان عفريت قاعد جنبي. بابا من هدومه احلى جوري ولا انا؟ انا طبعا يا بنتي، انت بتقارني نفسك بيا. انتوا الاتنين حلوين. لا يا بابا، واحد فينا بس. واحد بس؟ بابا قول انا عشان ما زعلش منك. ها يا بابا، مين احلى بقى؟ احلى حد كارما، احلى واحده فيكم. لا يا بابا انا زعلانه منك. ليه يا بابا زعلت جوري؟ الو الو، سامعني يا بنتي؟ الو، انت بتعملي ايه يا بابا؟ انا بكلم تاليا بنت عمتي على النت. كلميها على النت؟ هو ده النت يا بنتي؟ ايوه يا بابا، ما هي قالت لي كلميني على النت. مش ده النت؟ قصدها الماسنجر مش ده؟ اه، وانا مفكراها بتقول لي كلميني على النت. ده كويس ان انت فكرتني، هروح اكلمها. بابا ماما بتقول لك هات الفلوس
عشان انزل اجيب حاجة الاكل. فلوس؟ عايزة كام يعني؟ يعني في حدود 300 جنيه كده. نعم؟ ده انا معيش غير 100 جنيه. خلاص خلاص ما تزعلش نفسك، هات ال 100 جنيه وانا هتصرف. متأكدة هتعرفي تتصرفي؟ ايوه يا بابا ده انا شطورة. ماشي. وديها بقى وانت تصرفي. A few moments later. يا جوجو عملتي ايه؟ ده انا جبت اكل للنهاردة وجبت اكل لبكرة كمان، وكمان ايه؟ لا ده انا جبت فاكهة. المية جنيه كفت يعني؟ لا 100 جنيه اللي كفت يا بابا، ده انا رحت العم بتاع الفراخ قلت له بحلي فرخه وبابا بكره هيحاسبك عليه، بعد كده رحت العم بتاع اللحمه قلت له هات لي 2 كيلو لحمه، بعد كده ايه بابا هيحاسبك عليها بكره، بعد كده طلعت على العم بتاع الخضار جبت حاجات كتيره قوي وجبت فاكهه وقلت له برده بابا هيحاسبك بكره. الله يخرب بيتك، يعني عليا كام كده؟ في حدود 1000 جنيه. نعم ده انا هطلع عينك دلوقتي.